السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرب بكم اليوم أخواني. أكو قضية جدا مهمة، هي قضية أنه الفرق بين النوطة والعزف الحرفي اللي مكتوب الأحرف. قضية هي النوطة هي مهمة جدا، قضية أنه تعلم النوطة طبعا جدا مهم، ومهم بشكل، واللي بالتالي أنه تفيدك بقضية جدا مهمة، هي قراءة أي نوطة موسيقية، أي قطعة موسيقية. ممكن أنت عندك العزف ما يجي 100% في طريقة العزف، لكن الدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا، وموجود أسفل الفيديو رقم الواتساب اللي من خلاله أقدر أوصلك إلى قضية أنه تقدر توصل أنه تنقل الأغنية كوبي بيست، يعني أول ما تسمعها أنت تقدر تعزفها. وهذه طبعا ما تجي بيوم وليلة، يحتاج لها 2-3 أشهر، ممكن 4 أشهر، حسب قوتك وحسب تمرينك وحسب أدائك للتمارين. ممكن بخلال 3 أشهر، ممكن بخلال 6 أشهر، حسب أنت وقوتك. لكن الفرق بالحرفي، الحرف أنه أنت تقرأ صول لا سي دا سي لا صول، إذا أنت تقرأها نوطات فالنوطة ممكن يخلي لك زغارب بيها تأشر لك عليها. يعني أنا هسه من أروح على الحرفي بالنوطات أحاول أنه أكتب لها جوا حتى يكتبها. لكن هي حقيقة كثير من الناس مقسمة آرائهم وفق جهتين، أنه ناس تقول لك أنه أنا ما أريد أنه أصير محترف درجة أولى وبالتالي أتعلم حرفي، وأنا ما أريد أنه أنافس أحد. وهي مو طريقة تنافس، هي بالعكس هي طريقة مهمة جدا في قضية أنه أنت أي نوطة موسيقية لأي أغنية تقدر تعزفها، ممكن ما تقدر تعزفها حرفي. لكن الحرفي حاليا هو ماشي بقضيته مع الهاوين، لأنه هو شخص يقول لك أنا ما أريد أوصل لمرحلة، لكن أكاديميا هي مرغوبة النوطة. لذلك أنت بنسوي جمل، مثلا نقول جملة هاي ورمي بامي ردو ورمي بامي ردو، احنا نكتبها دول كروش. قضية الفرق والمهم الموجود بين النوطة والحرفي أنه بالدرجة الأولى تفيدك بقضية أنه أكو بعض الأشخاص أنه تفيدهم من يجي لحن أو عنده موهبة التلحين، إذا ما يقدر يكتب فيضطر إلى أنه يروح على أناس حتى تقدر تكتب له النوطة الموسيقية لألحانه، لأن احنا نعرف كثير من الناس موهوبين حتى يقدر يتعلم النوطة. إذا تعب نفسه ويتعلم النوطة أي لحن يجي، لأن الناس تجيها بعض الألحان مواهب مثل موهبة الشعر، يجي لحن أي وقت إذا هو ما يعرف يقرأ ويكتب، لكن تجي ملكة الشعر فما يقدر يكتب، وبالتالي راح تروح عليه الألحان الجميلة والرائعة، ممكن هو يشط طريقة بموضوع الألحان. وأتمنى لكم الموفقية، وإذا تحبون تتعلمون أي نوطة أو بدون نوطة فأنا موجود حاضر، وأنا أتمنى إن شاء الله النوطة تكون موسيقية أفضل لكم. ورقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، تعلم العود والغناء العربي. وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.